سؤال احد الاخوه يقول لا حياء في الدين، انا شاب اريد ان اتزوج ولكن اريد ان اعرف كيف ابشر زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي ارتديه من الملابس، وهل ابتعد عنها اذا كانت حامل، وشكرا. هذا السؤال. الزوج، الزواج معروف، الزوج يعني يخطب المرأة يسأل عن دينها وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة لله، مسلمة صالحة لله، أو رآها يتزوج بالعقد الشرعي، يطلب وليها يعقدها عند بعض طلبة العلم اللي يعرفون حتى يبينون لهم ما ينبغي، يقول يزوج وزوجك قبلت، حضر شاهدين عدلين، يقول الحاضر أربعة، الولي والزوج شاهدان، ويقول وزوجت ويقول قبلت، وفعل مال بينهما معروف، بينهما احسن ما تيسر. واذا دخل عليها ذكر بعض اهل العلم انه يصلي ركعتين افضل، اذا صلى ركعتين حسن يدعو الله جل وعلا ان الله يوفق بينهما، واذا لمسها يسال الله خيرها وخير ما جبلت عليه، يعاون الله بيدها وشر ما جبلت عليه، ثم اذا شاءت تصل بها تصل بها. واذا كان الحب لا النكاح باطل، كان الحب لا قبله، كان دخل عليها ويحب لها لا نكاح باطل. اما اذا حملت منهم فلا بأس أن يقطعها ويحايل، لكن لا يقطعها ويحايل ولا نفسها، الحايل والنفس لا توقع، أما الحامل فلا بأس أن يقطعها ويحايل إذا كان حملها منه. أما إذا كان يوم دخل عليها وإذا حامل هذا معناها في عدة من غيره ونكح باطل.